لندن ينضم إلي الزميل أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. أبو بكر أهلا بك في هذه الجولة. أسانج دائما ظهوره مثير للجدل سواء في شخصي أو حتى في قضيته فيما يتعلق بوكيليكس، كان واحدا من أكثر المطلوبين لدى الانتربول، الآن يبدو أنه أفرج عنه في سجن بريطاني، ما آخر التفاصيل؟ صحيح، غادر بالفعل جوليان أسانج سجن بالمارش البريطاني، بل غادر بريطانيا ذاهبا إلى جزيرة سيبان وهي عاصمة ماريانا الشمالية. هذه مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ، ليست جزءا من الولايات المتحدة لكنها تخضع للسلطة القضائية الأمريكية. هناك كما فهمنا سوف يقر بذنبه ويعترف بارتكابه تهمة أو جريمة واحدة أو مخالفة واحدة من مجموعة الاتهامات التي كانت موجهة إليه، وهي تهمة حيازة وتسريب بيانات عالية في السرية. في المقابل سوف يحكم عليه القاضي هناك بالسجن 62 شهرا، وهي بالتمام الفترة التي قضاها في السجون البريطانية محتجزا، وبالتالي سوف يغادر سيبان إلى أستراليا موطنه ويعني مقره وتنتهي القضية. إذا كانت القضية يقول المتابعون هنا تنتهي في ملفها القضائي ربما خلال هذا الأسبوع، لكن منذ ساعات الصباح والأحاديث كلها هنا على المنصات الإعلامية البريطانية حول تفصيلة مرتبطة بها، وهي أن هذا الرجل أمضى 5 سنوات في سجن بالمارش، وهذا السجن هو سجن عالي التحصين شديد التأمين مخصص لأكبر المجرمين في بريطانيا، في زنزانة عرضها 2 متر وطولها 3 أمتار. أمضى هناك 5 سنوات، 23 ساعة في اليوم من العزل الانفرادي، كل هذا والرجل لم تكن موجهة إليه أي تهمة من المحاكم البريطانية. هو قضى هناك هذه الفترة دون تهمة. الآن التساؤل، لماذا كان معتقلا بأي تهمة، ولماذا هذا النوع من السجون وهذه الزنزانة بهذه المواصفات والعزل الانفرادي؟ كل هذا تعدي على الحقوق الشخصية للرجل بحسب القوانين البريطانية. أيضا فتح ملف منذ ساعات الصباح حول حرية التعبير. هذا الرجل هو صحفي نشر وثائق سرية غاية في الأهمية، صحيح، لكنه نشرها على منصة معترف بها ومعلن عنها وهي منصة صحفية، وهو صحفي والآن يدافع عن نفسه بأنه كان يمارس حقه في التعبير. الهجوم الأمريكي عليه هجوم له علاقة بالسياسة والأمن القومي وقوانين صحيح. أمريكية، ما علاقة بريطانيا؟ وكأنك تقول أبو بكر أنه حتى مع خروجي من السجن فإن إثارته أو جدله المتواصل لن يتوقف. بالضبط بالضبط، القضية لم تنتهي بعد. القضية قد تنتهي كما قلنا في المجال القانوني، ولكن هناك توابع وتوابع كثيرة جدا. هناك ملف حقوق الإنسان وحريات التعبير وصورة الغرب. هذه القضية عمرها يعني بدأت عام 2010، نحن نتحدث عن اليوم 2024، 14 عاما كاملة قضاها هذا الرجل بين 5 سنوات في السجن، قبلها سنوات وهو طالب للجوء في السفارة الإكوادورية في لندن، قبلها طريدا طالبه الانتربول بتسليم نفسه وطالب الدول بتسليمه. كان هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وبريطانيا، الولايات المتحدة كانت تريد من بريطانيا تسليمه، المحاكم البريطانية أوقفت هذا القرار لأنه انتهاك لحقوق الإنسان والاتفاقيات، ولأن أسانج كان معرضا لتلقي حكم الإعدام في أمريكا وهذا تمنعه البريطانيا. هناك تعقيدات كثيرة حلت باتفاق على ما يبدو يضمن للجميع ماء وجههم لأستراليا، بلد المنشأ أو موطن هذا الرجل، لبريطانيا التي كان بها والولايات المتحدة التي تريده. هذه قضية شغلت العالم لدرجة أن أعمالا سينمائية خصصت تحديدا لهذه القضية سواء لشخصي أو حتى لقضية ويكيليكس. شكرا جزيلا أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة البريطانية لندن على كل هذه المعلومات.